FM. الكلمة ليك. نحكيه على لميا. لميا عمرها 27 سنة، مريضة بالقلب وفي حاجة لعملية زرع قلب. أكثر التفاصيل مش ناخذوه من عند والدتها ربح. مرحبا بيك ربح. عافية. مرحبا يا ربح. دونك كنت عطينا أكثر تفاصيل فيما يخص حالة بنتك. ربح كنت عطينا أكثر تفاصيل فيما يخص حالة بنتك. انت توا على المباشر على كاب اف ام. قلت لك هي تحق معناتها زراعة قلب. وتعب لي معناتها تعبت لي أكثر توا مع ثلاثة شهر ومع ثلاثين مشي ساقيها منفوخين كتفها منفوخة. شنو المرض بالضبط؟ نعم المرض شنو بالضبط اللي عندها؟ قلبها عندها كسور في القلب. ايش عندها؟ كسور في القلب. كسور في القلب. قلبها تريد قلبها ما عادش يمشي معاك لا بيلا لا فالف لا حتى شيء ما يمشي معاك ما نجم يخلي نعملوا لها حتى شيء. به عملت تعبه ما عادش تمشي على ساقيها ما مد البيت نوم الليل ما ترقدوش بالوجاية. به العمليه وين باش تصير ربح؟ في تونس ولا خارج تونس؟ انا هو ما قالوا لي يلزمها زراعه قلب ما منعرفش وين ماذا بيا لبرا انا ماذا بيا. به نداءك لشكون موجه بالضبط؟ انا طالبه معناتها العبيد تعاونني ما خليها بنتي تنقض وكل خاطر تعبه برشا معناتها حالتها ما تستنى بصعوبة. فهمتك. به حالتها توا في الدار هي حالتها توا كيفاش؟ في الدار حتى طبيب ما عاد يحب يقبلها في الدار ملوحة في الدار بنتي ماكلة ما تاكلش منفوخة نوم الليل ما ترقدوش بالوجاية عمام قد ما نحكي لكم شوي. به بنتك عمرها 27 سنة هكا ولا ربح؟ اي. به تقرأ ولا قصة القراية ولا كيفاش؟ ليه كملت في الدار في الدار مريضة في الدار. واضح. بي شنو تقول للعباد اللي يسمعوا فيك ربح؟ ماذا بي عاونوني انا نحب بنتي يقضوا لي بنتي تخرج تعمل زراعة قلب. ماذا بي ماذا بي قلوب الرحيمة وماذا بي معناتها يشوفونا طفلة صغيرة بعين الرحمة. كيفاش ينجموا يتصلوا بيك يا ربح؟ على الادريس على النومروي على منعش كيفاش. احنا شوي اخر نهبطوا الفيديو على الباج فيسبوك راديو كابي فيم وين يلقاو رقمك انت يا ربح العبيد اللي تحب تتصل بيك وتعاونك فيما يخص بنتك لم ينذكروا العبيد اللي تسمع فينا. لم يعمرها 27 سنة مريضة بالقلب عندها كسور في القلب ومما ادى انه يتنفخوا ساقيها ما عادش نجم تمشي ما عادش نجم تاكل تعيش باوجاع كبيرة. اللي يحب يعاون لميا يتصل بوالدتها ربح يتلقاو نمروها ان شاء الله على الباج فيسبوك راديو كابي فيم. شكرا ليك على تدخلك معنا ان شاء الله يكونوا العباد يسمعوا فيك ويعاونوك فيما يخص حالة بنتك. الكلمة ليك.